كيف نتعلم في الشارع ومن؟ هل لاحظتم كيف ينتقل الفعل من شخص لآخر في الشارع؟ عددوا معي الأشياء والمهارات التي تعلمتموها في الشارع. لاحظوا أيضا كيف يقيم الناس مناسباتهم الاجتماعية، الأفراح، العزاء، الاجتماعات، دائما ما يوجد صفين متقابلان، وأحيانا يحدث كل شيء بين هذين الصفين، وهذا هو بالضبط الشكل الذي يتخذه العرض في مسرح الكرنفال. أنا أحمد صالح، منشئ مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. الخط الواحد والصفان. في كل الثقافات يوجد صفان متقابلان، وهذا ما يتخذه شكل العرض. بعد المسيرة يكون الكرنفاليين خطا واحدا بعرض 3 أمتار على الأقل، ويقفون في صفين متقابلين متوازيين، مما يحدد مساحة الأداء للممثل داخل الخط بين الصفين، ويسمح للجمهور بالانضمام إلى الصفين أو الوقوف من الناحيتين في نهاية الصفين، ويحدث هذا بكل بساطة دون الحاجة إلى توجيه الجمهور. المؤديين في كل صف يقوموا بحركات وصور مسرحية أو إلقاء بعض الكلمات أو الجمل التي تساعد الممثل داخل الخط على أداء مشهده، كما يقومون بإلقاء الأغاني والعزف لها أو إصدار أصوات مصاحبة للمشهد، كما يتعلم منهم الجمهور مشاركتهم فيما يفعلونه. كيف نتدرب على الصفين؟ أولاً، لنتعلم من بعضنا البعض. كلنا لدينا مهارات مختلفة نستخدمها بطريقة ما في حياتنا في الشارع. سيطلب من كل مشارك اختيار مهارة لديه ويفكر في تمرين لها يقوم بتحضيره، ثم يطلب منه أن ينجز التمرين في وقت لا يتجاوز 3 دقائق. بعد ذلك تنقسم المجموعة إلى مجموعتين، تحاول كل مجموعة أن تقدم عرضا من المهارات التي تعلموها من بعضهم البعض، ثم يناقشون ما تم تقديمه. ثانيا، الصفان. يقوم القائد بعمل تمارين مختلفة لتكوين صف واحد أولاً، لتتعلم المجموعة كيفية تكوين صف منضبط. الصف يبدأ من يمين الشخص الذي يقف أول الصف، ويكون منضبطاً عندما يلمح أي شخص على يساره باقي المجموعة ويراها بوضوح. سيقوم بمجموعة من الألعاب حيث تنتشر المجموعة في المكان وهي تسير بسرعات مختلفة بشخصيات الشارع الجديدة، ثم يطلب القائد بإشارة متفق عليها أن يقفوا صفا واحدا مرتبا كل مرة وفق ترتيب ما، كأن يقفوا من الأصغر إلى الأكبر سنا أو العكس، أو حسب الطول أو الترتيب الأبجدي، وهكذا. ثالثا، تكوين الصفين. تنقسم المجموعة إلى مجموعتين ويكون صفين متقابلين. يبدأ كل شخص في الصفين بالتحرك ببطء ليقف أمام الشخص الذي يشعر معه علاقة جيدة. تختبر المجموعة أكثر من مرة حتى يصلوا إلى ترتيب الصفين، ثم يبادر الشخص بعمل حركة مع إيقاع متكرر، وتتعلم باقي المجموعة الحركة حتى يقوم بها الجميع، ثم يتدخل شخص آخر من المجموعة بحركة وإيقاع مختلفين، ويكرروا التمرين حتى تنسجم المجموعتين وتتعود على الوقوف في الصفين. رابعاً، رهبة الصفين. يقف الصفين كل شخص بشخصيته التي اختارها في الشارع، ويقومون بعمل النداءات التي قاموا بها قبل ذلك، ثم يطلب من كل شخص أن يمر بهدوء بين الصفين ويحاول أن يسيطر عليهما حتى يصمت الجميع. تناقش المجموعة بعد ذلك ما هو الفعل الجيد أو السيء فيما قام به كل شخص. يتكرر التمرين بنفس الطريقة، لكن بدلا من إسكات المجموعة يحاول الشخص الذي يمر بين الصفين أن يجعل الجميع يكرر حركته وإيقاعاته ونداءاته هو، بمعنى أن يفرض شخصيته على الصفين. وأيضا بعد الانتهاء تناقش المجموعة ما حدث. يتكرر التدريب حتى يصل الجميع إلى حلول جيدة، وبعدها تكونوا قد تمكنتم من تنظيم أنفسكم واستعدوا للانتقال للمرحلة المقبلة.